فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال عليه السلام أم يقال عليه الصلاة والسلام؟ أكمل، هذا أكمل، صلوا عليه وسلموا تسليما، تأتي بما أمرك الله عز وجل، تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عليه الصلاة والسلام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.